منذ أمد بعيد حرص أبو نعمة ذو 60 ربيعا أن يجعل من سيارته الكبيرة مطعما متنقلا يقدم لزبائنه أشهى ما صنعت يداه من مأكولات بحرينية شعبية. نعم سهير، حيث أنه في قرية كرانة يبدو المشهد أوضح، فما أن تعلن الساعة 3 مجيئها حتى تبدأ المركبة بالاصطفاف لأخذ نصيبها من الأكلات الشعبية. أقعد ويا أمي وأحب شغلة الهريس، وأحب الهريس بالذات أكله أحبه موت بعد ما في، ومن محبتي إليه لين ما صارت على ما قلت عندي هواية أسويه، ومن قمت أسويه لين ما صار مصدر رزق. مع بلوغه 60 ربيعا لم يكن ذلك ليشكل عائقا أمام إنتاجيته التي لا تهدأ، ومع تقدمه في السن إلا أن الصريمة التي يتسلح بها يجب أن تكون نموذجا يطبق عند من يعتقدون أن قطار الحياة قد فاتهم. بنعمة، والذي له من اسمه نصيب، بات بعربته البيضاء علما بارزا في سماء من يتقنون ويتفننون في إعداد الشهي من الطعام الشعبي الذي استطاع بلذة أصنافه أن يجذب إليه المناصرين لبطونهم المتعطشين لتذوق ما حسن استساغه. احنا تقدر تقول جروب طباخين، اللي هي البت والولد والزوجه، وانا اقوم شو اسمه بالهريس والنخاج والباقله واللوبه والدره واحيانا الباشا. مبدا سار عليه منذ اللحظات الاولى للفكره، فكره ان يكون بائعا متجولا تعتاد الرواحل الجديده المجيء اليه. الواحد دائما لما يسوي الشغله لا يطالع البيزات، اول يطالع شغله. لازم شغلك يعجبك انت من الداخل، وبعدين البيزات والخير يجي عقب. فما ان تدق الساعه 3 عصرا حتى يصبح المكان كخليه نحل نشطه، يتقابل فيها بنعمه ومعاونوه مع طوابير المركبات التي اصطفت لاخذ نصيبها من الهريس والمضروبة والكباب وغيرها من المأكولات المحلية، إلى جانب تشكيلة من الحلويات والعصائر التي تبرد القلب لتنعشه خصوصا في لهيب الأجواء الحارة. الأكلات كلها طيبة، يعني زينة مع الهريس والأكلات الشعبية، وهذه دائما تصير ممتازة وحلوة والشعب دائما بيلتف اليها، بيجي له الى المكان. والله اكله واجد تمام ونظيف، الاكل من ناحيه النظافه نظيف والاكل حلو. من كل حدب وصوب ومن مختلف مناطق البحرين يحرص الزبائن المجيء الى قريه كرانه ممن الفوا نكهه الطعم وجودته وحتى نظافته. مسافه اقطعها كل يوم اجي بس علشان اكل، للاسف اجي ابكر شويه على اساس اكل، اوصل يقول لي ورق العنب خلص، هريس خلص، اكثر الاشياء اللي انا احبها تخلص. الاولاد والبنات عندي يحبون الاكل ماله، يوصوني اجيب لهم اوردر، بس ما اوصل الا خلص. تمتاز اول شيء بالنظافه، يعني عمله يعني طيب وشغله تمام، ويعني اتقن العمل، يعني متقن في العمل، ممتاز الى اخر درجه، واجد ممتاز. وعندك الهريس بصراحه ما في مثله يعني في البحرين، انا قاعد اشوف يعني. من فكره الى قصه واقعيه يدنو من تفاصيلها كل من رغب ان يعرف من اين تاتي العزيمه وكيف تصنع، وكيف تساق بنفسها الى الاشخاص الذين لا تبخل اياديهم بانتاج يشهد له. إقبال كثيف لتناول ما لذ وطاب من المأكولات الشعبية التي تفننت بإعدادها يد ذات نفس طيبة أحسنت بصنيعها ليصبح لإنتاجها نكهة تأبى الألسن إلا أن تعتاد على تذوقها بلهفة المشتاق. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدة.